هذا الفيديو طبعا حق أمي الله يرحمها. يمه الله يرحمك، أنا مرة 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 مشتاقت لك، ليتك هنا موجودة معي عشان أشوفين غرفتي. شوفي يمه، أنا غيرت غرفتي، غيرت ستاير وجبت سرير جديد، ويمه شوفي حتى الدولاب بعد غيرته، غيرت كل شيء. مشتاقت لك يمه مرة، أنا مزاجي اليوم مرة تعبان، عشان كذا أبى أشغل أغاني وأبي أنبسط وأرقص، واللي ما هو بعاجبه لي ناظر، سمعتوا؟ لي ناظر. كان صاحبي فسقطت حرف الألف والصاد فأصبح حبي. يا حبي لك يا مناحي، لا سقطت ما لها داعي، تحس انك في رابعة باء، خلى كذا كلمة يعني مو شغلة ابتدائية. ايه خلنا نغيرها، دورنا كتاب زين. لا هذا ما زين، اي هذا في حب وفي شغلات. يا ليل الليل، يا ليل الليل أيها المغردون، في محيط أنفاسك أتعمد الغرق وأرقام النجاة وأقاوم النجاة، لأجدني بكامل إرادتي أطفو نحو الأسفل لأستقر بيني بين لا أبشرين لأستقر بين أضلعك. كلام كبير، كلام كبير بالغرام، قسم بالله أني ما فهمت أي شيء منه، لكن هذا الكلام يعني يحبون المثقفات والمثقفين، وخاصة البنات المثقفات، عندما يعني خاصة يعني أطفو اللمبات، أقصدي أطفو نحو الأسفل. يا ليل الليل، إرسال. هلا والله هلا والله في حال يا ضيفنا، لو زرتنا في قصر الافراح تعيش فرحه طولة العمر. لا والله انا قصيده حلوه، خلني ها اشيل اسمه. اول شيء اطفي تويتر من هنا، اطفيه عشان ادخل من هنا. ايه